بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم الدين. ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم عن الفوت برينتينج اند ريكونيسنس، يعني هنجمع معلومات عن التارجت. من اسمها كده فوت برينتينج، يعني تقفي الأثر، ريكونيسنس اللي هو التحقق أو جمع المعلومات. طبعا أول خطوة خالص في الانفورميشن سيكيورتي أو البيتريشن تيستينج على تارجت معين إن أنا أجمع معلومات عنه، أهم وأول خطوة. طيب هنا بيقول لنا ان احنا المفروض في البروسيس دي ان انا بجمع انفورميشن از بوسيبل عن التارجت بتاعي واعرف المعلومات دي. طبعا المسميات بتختلف، ممكن اقول عليه تارجت لو انا بتريشن تيستر، ممكن اقول عليه فيكتم لو انا هاكر. طيب المهم الخطوه دي انا بجمع فيها معلومات، بسيط جدا انك تعرف ان اول خطوه هي جمع المعلومات والاساسيه بتاعتك في شغلك في البتريشن تيستنج. طبعا في ويز كتير او طرق كتير بجمع بيها المعلومات عن الاورجانيزيشن بتاعتي. اول خطوه خالص اللي هي اوبجكتيفز او الاهداف بتاعتنا، بنجمع معلومات عن النتورك انفورميشن. نتورك انفورميشن انا بجمع معلومات عن الدومين نيم، يعني اعرف الدومين نيمز بتاعتي او النطاقات الموجوده عندي، اعرف كمان انترنال دومين نيم اللي هي مش بابليشد او بتكون انترنال، بعرف النتورك بلوكس، اعرف البلوكس بتاعت النتورك، الاي بي ادريسز اوف ريشبل سيستم، يعني السيستم اللي هي مبلش على الانترنت وليها اي بي ادرس اقدر اوصل لها فبجيب الاي بي ادرس بتاعتها، التي سي بي اند يو دي بي رننج، بعرف السيرفيس بتاعتي اذا كانت تي سي بي ولا يو دي بي وبعرف اجمع معلومات عنها، نتورك بروتوكولز زي الفي بي ان زي الاس اتش اوكي زي اي بروتوكول ببلش على الانترنت برضو زي الاف تي بي برضو اوكي بعرف ان انا اشوف البروتوكول ده موجود فين، الفي بي ان بوينتس اللي هي نقاط الفي بي ان او الفيرتشوال نتورك، بعد كده الاسنتيشن ماشينز يعني اللي هي الات التوثيق اللي بتبقى موجوده عندي في الشركه، اعرف برضو الكلام ده واعرف اجمع عنه معلومات، ديجيتال تليفون نمبرز يعني ارقام التليفونات. بعد كده الخطوه الثانيه اللي هي سيستم انفورميشن، معلومات عن السيستم زي الاسماء زي الباسوردز زي السيستم تايب نوع السيستم زي اليوزر والجروب نيمز اللي موجوده عندي على السيستم زي الراوتنج تيبلز خاصه بالنتورك طبعا والسيم نتورك مانجمنت بروتوكول انفورميشن والسيستم بانرز برضو عشان تديني معلومات عن السيستم. بعد كده اورجانيزيشن انفورميشن، معلومات عن الاورجانيزيشن او الشركه اللي انا قاعد فيها او اللي انا هبدا اعمل عليها بتريشن تيستنج زي الاورجانيزيشن ويب سايتس، اعرف الويب سايتس بتاعتها اللي موجوده على الانترنت، معلومات عن الموظفين الامبلوي ديتيلز، اللوكيشن ديتيلز يعني اعرف اللوكيشن ومعلومات عن اللوكيشن بتاعي، الويب سيرفيس اورجانيزيشن يعني اعرف كمان الويب سيرفيس هي بتقدم ايه، الخدمات الويب سيرفيس بتاعتها اللي ببلش على الانترنت، الكومنتس ان اتش تي ام ال سورس، طب دي هعمل بيها ايه؟ دي هعمل بيها حاجه بسيطه جدا ومهمه جدا ان انا اعمل اشوف الكومنتس بتاعتي اللي موجوده في الاتش تي ام ال سورس بكل بساطه عشان اعرف الديفلوبرز اللي اشتغلوا على الويب سايت ده واجمع معلومات عن الويب سايت بتاعي، ادرسز اند فون نمبرز، اعرف العناوين وارقام التليفونات، السكيورتي بوليسز بتاع الاورجنايزيشن اذا كان مطبق هاردوير سكيورتي، الحرس فين يعني معلومات عن الهاردوير هاكن او الهاردوير سكيورتي. بعد كده background of organization يعني اعرف كمان معلومات او خلفيه الاورجنايزيشن ايه، هو قصده background of organization ايه، هي الخلفيه بتاعت الاورجنايزيشن او وظيفتها ايه. بعد كده food printing methods، انا هعمل ده كله ازاي، يعني انا هعمل ده ازاي وهعمل ده ازاي، يعني الثلاث خطوات سواء system information او network information او حتى الاورجنايزيشن information هعمل الكلام ده ازاي. عندي methods، methods دي طبعا اقسمها لك لثلاث او اجزاء كتير جدا، انا ممكن اقسمه لاكتر من بلوك بس انا يعني اقسمها لك 9 خطوات. ممكن تستخدم السيرش انجنز يعني محركات البحث زي جوجل، ممكن تستخدم جوجل هاكينج تكنيكس زي الدوركس، اي دورك مهم هيديك يعني نتيجه كويسه جدا. بعد كده السوشيال نتورك سايتس، يعني بدخل على النتورك سايتس لما يكون في عندي سوشيال زي الفيسبوك زي التويتر وغيره، عندي ويب سايت فود برينتنج يعني اعمل جمع معلومات عن المواقع، يعني بستخدم بعض المواقع عشان اعمل فود برينتنج، الايميل فود برينتنج ببدا ان انا استخدم تولز عشان اعمل فود برينتنج عن الايميل، الهو اس طبعا معروف عشان اعرف الناس اللي اشتغلت على الويب سايت، الويب سايت اتبلش من امتى، ومعلومات برضه الدي ان اس او الدومين نيم سيرفيس بتاعت الاورجنايزيشن وبعمل عليها فود برينتنج. بعد كده النتورك ببدا ان انا اشوف النتورك بتاعتي واعمل عليها فود برينتنج، كل ده جمع معلومات. في الاخر خالص ممكن استخدم السوشيال انجينيرنج او هندسه او الهندسه الاجتماعيه بقول عليها هندسه اللعبه بالعقول ان انا ابدا استخدم الميثودز بتاعتها في جمع المعلومات. خلاص كده ده بالنسبه للجزئيه بتاعت النهارده، يعني حاجه بسيطه جدا انا بس بتكلم عليها بشكل عام لان الناس انا عارف ان هي ما بتهتمش بالجزء النظري قوي، فانا حبيت ان انا اجمع لك الجزء النظري في الاول
وان شاء الله هتلاقيني كمان دخلت لك في الجزء الايه العملي ان شاء الله من اول الدرس الجاي. تمام، الجزء العملي بسيط جدا وسهل، فوت برينتنج سو انجنز او سو سيرش انجنز زي اللي احنا شايفينه ده، هنبدا نشتغل ان شاء الله باذن الله من اول الدروس الجايه وناخد جزء جزء، ومش عايز اطول عليك. تمام، اتمنى المعلومات بتاعت النهارده تكون وصلت لك، وان شاء الله المره الجايه هنبدا نتكلم على الجزء البراكتيكال باذن الله، ونقسم اللابات دي جزء جزء، ومش عايز اطول عليك بالفيديوهات يعني، يبقى الفيديو مختصر ومفيد. شكرا لكم.